شوية فول من عند حمادة حلوين ولذيذين لذاذة تخلي الواحد فعلا يطلبهم من عنده، وممكن تاخد الطبق معاك وتديهوله ويعمل لك شوية الفول ب5 جنيه. حمادة في سكة النبوية، موجود في درب سعادة، وكل الناس هناك بيقفوا طابور عشان ياخدوا من عنده شوية الفول بالزيت الحار او بالزيت الحلو، وعنده سندوتشات بجميع انواعها زي ما انتوا عايزين. حاجة جميلة ان الواحد يروح منطقة شعبية زي درب سعادة وكل الناس تقول له جرب حمادة، والفول بتاعه معمول على ابوه، الفولة تمسك في قلب الطبق وتقول لك يا حبيبي تعالى كلني، وحمادة الرجل المحترم اللي كل الناس بتحبه بيشكروا فيه. أحلى حاجة الواحد لما يروح هناك كده ويتوغل في الحواري الشعبية عشان يوصل لمكان جميل زي حمادة، من أكتر من 30 سنة وهو موجود في سكة النبوية في درب سعادة. خدوا بقى عندكم السندوتشات اللي انتوا بتحبوها، من أول البطاطس على بطاطس بابا غنوج ب3 جنيه وربع، وعنده كمان الطعمية مش موجودة لأنه هو متخصص بطاطس وفول فقط لغير، ما بيعملش بقى الشغل اللي انتوا عارفينه. خدوا بقى عندكم البيض أومليت أو البيض كمان المدحرج. أحلى حاجة الأماكن الشعبية الجميلة إن الواحد يقعد كده في درب سعادة ويكون مبسوط وهو بيتفرج على الحبق بتاع التاريخ اللي موجود فيها. أجدع سلام لحياتي. أحسن سندوتش هتاكلوه من عنده بطاطس يعتبر بالبابا غنوج ومشهور بيهم ب3 جنيه وربع في سكة النبوية في درب سعادة، وبحكم إن أنا من المناصرة كنت باجي على طول عند حمادة إن أنا آكل من عنده سندوتش يفتح النفس، كل دون ب3 جنيه وربع. وأحلى سلام لكل الناس الأكيلة، واهم حاجه ان الواحد يقول كده اللهم صل على النبي. ازيك يا باشا؟ منور ربنا. اللهم صل على النبي. اختراع جميل قوي قوي قوي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. احلى سلام. طيب دلوقتي الفول اللي عندكم انتوا بتعتمدوا على التسويه في قلب المكان ولا ليكم مستودعات مثلا؟ لا، احنا الفول بتاعنا لازم يتسوى قدام عينينا احنا بس، لازم قدام عينيكم انتوا. على ايدينا. يعني الشغل بتاعكم اي حاجه تمام بتاعتنا احنا بس، يعني ده بتاعنا احنا بس وعلى ايدينا احنا بس، مفيش صنايعي بس حتى يمس الاكل، احنا على ايدينا، على ايد انا وابويا بس. طب انا شفت والدك هو اللي شغال. تمام. انت بقى بتساعده بايه؟ في الاداره مثلا، ما بشغلوش كتير يعني، هو الفتره اللي هو بيبقى رايق فيها بيشتغل. تمام. قال لي مثلا انا عايز اريح شويه، انا معاه في داره في اي حاجه. طيب دلوقتي بالنسبه لاسعار السندوتشات سعرها كام؟ يعني احنا سعرنا بسيط جدا، 3 جنيه 3 وربع، يعني الحاجات البسيطه دي. طيب. بس يبقى في المتناول. زي ايه مثلا ابو 3 جنيه مثلا؟ ايه؟ ب3 جنيه اللي هو ايه مثلا؟ البطاطس وبابا غنوج؟ كل حاجه ب3 وربع، ايه الا سندوتش البيت بس بيزيد شويه، او البطاطس البيت بيزيد شويه، بيزيد جنيه، بيزيد نص جنيه، على حسب تمن البضايه بس. انا شفت ان انتوا ما بتعملوش طعميه. لا احنا مميزين في الشغل جدا في الاكل اللي بنعمله بس، لكن الطعميه دي يعني هنا يعني شفت ابو طارق ما بيعملش طواجن. أيوة احنا ما بنعملش طعميه، يعني انت مميز مميز في الحاجات دي، وعايز ابقى رقم واحد فيها يعني في كل حاجه بعملها. فلغي الطعميه شويه، ماجل نفسي للطعميه. نعم. حاسس ان لوقت مثلا ايه مش وقت. انا حابب ان انا قدام شويه ان شاء الله باذن الله. لو انت تفتحوا فرع تاني ولا حاجه 150، لو انت تفتحوا فرع تاني ولا حاجه يا رب يكرم، دعواتك لينا ان شاء الله. طب احنا هنا مواعيد السحور عندنا من الساعه كام الساعه؟ هي مواعيد السحور بتبتدي مثلا من الساعه 1 لحد قبل الفجر. طيب احنا مكاننا هنا فين؟ احنا هنا في اجمل منطقه في الدرب الاحمر، شارع سكه النبويه في درب سعاده 40. عامه انا اتشرفت بيك. الله يكرمك. طيب وانت بالصحه والسلامه، يديك الصحه. الله يكرمك. وانا مبسوط اني جيت عندكم. الله يكرمك. حاجه طعمها حلو. الله يكرمك بالف انا وشيخ. انا انبسطت بحسن الضيافه بتاعتك. الله يكرمك، انت احسن مننا. الله يكرمك. انت الاحسن. الله يكرمك يا باشا. الله يكرمك. هو ده الموضوع كله. ادي حماده ضرب سعاده، وخلي بالكم في حاجه، انا من مناصره من الناحيه الثانيه، ويعتبر احنا في ولاد منطقه واحده. كل سنه وانت. مين بقى تقول له تعالى كل هنا عند حمادة؟ اقول لي اصحاب الطقس الصراحه. ايوه كل اصحابك اللي هم بياكلوا اصل انا بعيبه برضه ان احنا نفسي. ايوه انا بقى عشان جميله. وانت منين يا باشا؟ انا من هنا الدرب الاحمر. الدرب الاحمر. وانت منين يا برنس؟ ولا من المغربلين برضه؟ وانت منين يا باشا؟ برضه قول لي برضه من كلهم. ايه حكايه؟ كله مغربلين؟ كله مغربلين؟